السلام عليكم. اليوم ما جيت، انا الام ديال ايمن دادة اللي ساكنه في مدينه اسفي، وولدي كيبلغ من العمر 11 عام. عندي واحد الولد، عندي هاد الولد كيعاني من بزاف الامراض، وكنتمنى من سيد ربي ومن خوتي المغاربه انهم يستعطفوا معايا ويمدوا لي ايديهم ونلقى شي قلوب رحيمه لانها تقدر تساعدني في ولدي. ما بغيت حتى حاجه، انا بغيت غير هاد الوليد يقرا لي ان شاء الله ويكمل المسار الدراسي ديالو، وبغيت خوتي المغاربه يشوفوا بيا يديروه ولدهم، يديروني انا امهم، يديروني خوتهم، يديروني اي حاجه، لانني كنتالم في الصباح وفي العشيه. هاد الولد عندي عنده الكبده، عنده بزاف الامراض، عنده الكبده، عنده القلب، عنده الطيحه المريض، عنده عين شبه مكفوف، عنده عين ما كيشوف بيها، عنده عين ما كيشوفش بيها، وعين عنده اوفار مخلوقه لي سبحان الله، اوفار كيشوف بيها ولكن دابا راه طلعت عليه جلاله مابقاش كيشوف، وعنده القلب سبحان الله كبير كبير اعوج. وقالت لي الطبيبه قبل كورونا، قالت لي الطبيبه راه دارت ثقبه باش يتنفس، انا ما فهمتش، كنمشي لمدينه مراكش فاش كندوز ليه. من صافي من جات كورونا صافي ما تحبس عندنا كل شيء، اصلا راجلي ما بقى خدام، ما بقى حتى حاجه، اقسم بالله العلي العظيم الا ما الكورونا ما عمرنا بقى ضرب الضرب. ما غير الناس هما المحسنين هما اللي كيعاونوني بما قسم الله، ومره مره كنمشي نخدم عند الناس اللي تجيراننا، وكاين الناس اللي مره مره كيرفعوا عليا، اقسم بالله العلي العظيم غير الناس اللي تسلف من عند هذا ونسلف من عند هذا ونسلف من هذا، كنقول راجلي غا طالب معاشو، ماشي عنده شي خدمه ولا شي حاجه اللي غيدير، وساكنه غا في بيت مع الجيران، ساكنه غا في بيت، سمحوا لي ساكنه في بيت في دار الوراد، عاطيني بيت ساكنه فيه، عندي جوج وليدات، عندي هاد الوليد اللي مريض، وعندي وليد صغار منه، وانا وراجلي ساكن في هاد البيت. والله خوتي ما كنكذب عليكم، زعما كنقول تقولوا هذه راه خرجت تمثل ولا خرجت باش تسعى ولا شي حاجه، اقسم بالله العلي العظيم الا دابا راه حبس دموعي، لان انا شنقول لكم راه في حاله يرثى لها، في حاله ربي اللي عالم بيا. باش نقول لك دابا كنمشي عندنا حنا الطبيب، في حنا في مدينه اسي، ملي كتجيه الازمه تاع القلب كنديه ليه، كيقول لها ما عندي ما ندير ليه، ما عنديش ما ندير ليه، كيقول لي هاد الحاله ما هاد الحاله ما ييئوس منها. ملي كتجي الازمه اقسم بالله العلي العظيم كنقول يا ربي دي عندك، يا ما تبقى تخليه يتعذب. كنقول اش نقول لكم، عجز اللسان ديالي على وصف الحاله ديالو. الله يرحم بها الوالدين، الله يعطيكم صحيحتكم، الهلي يضل لكم، الله يعطيكم ضوء عويناتكم ويعطيكم صحيحتكم، والهلي يضل لكم. شي الصحه راهي كل شيء، راه لا فلوس كتنفع لا حتى حاجه، غير الصحه اللي يطلب، يطلب الصحه في الدنيا، لانني انا اللي شفت الناس وشفت كل شيء، نشوف ولدي ملي كيتعذب كنقول يا ريت تخرج الروح وما بقاش يتعذب. الله يرحم بها الوالدين، الله يجازيكم بخير. غير شي واحد اللي عتق لي وليدي، ما بغيت حتى حاجه، انا بغيت ندير ليه العمليه العوينته ان شاء الله باش يرجع باش يكمل المدرسه ديالو، هما راه المؤسسه معاوناني، ولكن راه دي الدوام المعلمه غتبقى تقول ليها طبعي لي اليوم غدا اليوم غدا، راه غيطلع لي الدم. خاصو دابا المدير قال لك ان شاء الله يسري وديري العمليه وديك الساعه يكمل هذيك قرايته، ولكن قص قسما بالله ما عنديش درهم باش ندير العمليه. وهو كان غير حاله بسيطه راه نديرها لي في سبيطار جديد، نديرها لي في مدينه اس، ولكن لا، قال لك هما عندو حاله خاصه لان عندو القلب وعندو الكبده، خاصو يديروها لي بروفيسور، يديرها لي بروفيسور، ما يديرها ماشي اي واحد يقدر يمسه. انا طبيبه، انا وقسما بالله الى الماده راه نقول لكم معلم عليا سيد ربي، راه غير حالتي توريكم اخوتي، راه ماشي خارجه باش نطلب ولا خارجه باش نقول لكم كنسعاكم نقول لكم عطوني ولا كنكذب عليكم، راه حالتي علم لي علم على غير سيد ربي، اقسم بالله العلي العظيم الا ولد عمرني ما خدمت في الديور تا ولد كنخدم في الديور، عمرني ما كنت كنمشي ندق على الناس نقول لهم سلفوني تا وليت، ولكن الحمد لله الغالب سيد ربي، راه الانسان كيكون محتاج راه ما عطاش يدير على قبل ولادو. كنت غير انا وراجلي راه ما يهمنيش، ولكن ملي كتشوف ولادك خصوصا اللي كان عندك شي ولد كيتالم
اقسم بالله العلي العظيم اللي تنهز الحجر نهزه، ولكن بغيت نخدم، ولكن لما نخليه كنقول لما نخليه كنجي كنقول غنلقى يا ميمي جيت يا ما واقع لي شي حاجه. انا كنتمنى منكم، كنتمنى منكم اخوتي ما تفوتونيش، وحنا شوفوا انتو غشوفوا بيا بعينيكم وسمعوني بقلوبكم، حتى انا راني خوتكم الله يرحم بها الوالدين، الله يجازيكم بخير، كنستعطفكم الله يجازيكم بخير. انا ما بغيتش، انا ما كنطمع في والو في الدنيا، بغيت غير هاد الوليد يصح لي، بغيت يدير العمليه ويتشافى، الله يجازيكم بخير، الله يرحم بها الوالدين.